سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. كما جات العادة والانطلاقة هذه اليوم باش تكون تساؤل، وقتاش باش نوليو نحكيو؟ وقتاش باش نوليو نحكيو على المعطيات الشخصية؟ إدراكي أنا الشخصي كأن هاربين معناها من المسؤولية، خاطر راهو مش اعتباط قعدت نحكي في الموضوع هذا، على خاطر اليوم تم خطر داهم كبير ياسر علينا في ارتباط بالمعطيات الشخصية. تتذكروا سنوات خلت ثم شكون مسؤول كبير أعطاه فورمولير باش يعمرو حطوا على بيروه ونساه. النتيجة بتاعه شنية كانت؟ النتيجة بتاعه أنه صنفونا في القائمة الأكليست جريز ذلك. علاش؟ على خاطر ما عملناش وريق. نفس الشيء ممكن أكثر منه نجم نعيشوه، خطر أكبر منه نجم نعيشوه فيما يخص المعطيات الشخصية. عندنا الهياكل، عندنا المؤسسات، عندنا النصوص، لكن من ناحية التطبيق للأسف ماناش قاعدين نتبعوا، ماناش قاعدين نحينوا في المعطيات نتاعنا. اليوم الاتحاد الأوروبي اللي هما عباد فايقين ويعرفوا كيفاش يخدموا ويدافعوا على مصالحهم هما، غيروا المعايير نتاعهم، غيروا النصوص القانونية نتاعهم، وخلصوا وغيروا زاد النصوص الترتيبية. نتيجة لهذاك شنو؟ اليوم مؤسسة أوروبية باش تتعامل مع مؤسسة تونسية، يلزم المؤسسة هذيك الأوروبية تضمن ضرورة تضمن أن المؤسسة المتصلة بها التونسية واللي معها تبادل تطبق في المعايير الجديدة تاع المعطيات الشخصية. احنا أكد لكم أن ما همش برشا المؤسسات، مش ما نقولش ما ثماش بكل، لكن نقول لكم ما همش برشا المؤسسات التونسية بما فيهم الحكومية اللي تطبق في المعايير هذوما. شنو هو الخطر؟ الخطر أن المؤسسة الأوروبية تلقى نفسها مخالفة القانون، معناها الخطأ يجي من مؤسسة تونسية، مؤسسة تونسية ما ينجموش يطبقوا عليها القانون، يطبقوا القانون عليها على المؤسسة الأوروبية. المؤسسة الأوروبية كيف تبدا عندها خطية كبيرة، راهو الحجم تاع الخطايا ماهوش سائل، يوصل حتى 2-3% من رقم المعاملات ككل. يجي ياخذ قرار يقول لك أنا ما عادش نتعامل مع المؤسسة التونسية. مؤسسة 2-3 إذا كان ثم إجماع في أوروبا أنه ما عادش يتعاملوا مع المؤسسة التونسية، النتيجة أنه اقتصادنا الكل يتشل. ولذا عايشكم هات نحكيو في الموضوع وناخذوا التدابير الاساسيه. احنا انا قلنا ان شاء الله تكون الانطلاقه لعمليه وعي عام بالمساله هذه. اشاره الانطلاق. إذا سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا الجزء الأول من حصتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير، اللي باش نحصلوه أساسا في صدى الصحف وبعض المواقف الخاصة بالحصة وبعض التقارير. بطبيعة الحال نرحب بزميلي سي بلال، مرحبا بك. تحية طيبة ليك سي عبد اللطيف ولكل مشاهدي قناة تونسنا وبرنامج الإكسبير. مرحبا بك سي بلال بوعلي. شكرا ليك سيدي. مدام نجلة العوني مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد اللطيف ومرحبا بكل مشاهدي قناة تونسنا وبرنامج الخبير. يظن لي عندك نشاط كبير الأسبوع هذا اللي كان. الحمد لله إن شاء الله. مرحبا بك. عايشك. ننطلقوا إذا مع نقطة استهلاك سي بلال. سي عبد اللطيف ماذا بينا ننطلقوا بفقرة صدى الصحف. صدى الصحف مرحبا. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في فقرة سد الصحف لقراءة وتحليل مختلف الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية. البداية سي عبد اللطيف كما العادة نبدأ بأخبار محلية واللي تجينا من جريدة الشروق بعنوان مجلس المنافسة يطلق معركة مباشرة ضد الضياع. المقال حكي برشا على لوبيات اقتصادية تتحكم في السوق، هناك دعوات للتقسيم العادل للثروة، وحكاية زادة على ضعف المراقبة. كل هذا سي عبد اللطيف يندرج في باب هالمعركة هذه ضد الضياع. هو كلمة حق يراد بها باطل. راهو أن نقول نعم في حكاية هذه اللوبيات، راهي صحيح تمام لوبيات وموجودة بعض اللوبيات، لكن ما لازمناش نعموا نقولوا لوبيات ونمشيو اكثر من هكا. بعد شويه نحكيو على توافق وتوافق اجرامي وغير هذا كل الشيء. الامتياز والايجابي في المقال هذايا انه المجلس المنافسه بيدو هو دعا الى
اللي كل ما عنده أخبار ولا شاهد أنه ثم تجاوزات من نوع هذا ما عليه كان يلتحق ولا يستشير المجلس هذا، والمجلس يعمل أوتوسيزين، يقوم من حد نفسه بالإجراءات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة إصلاح الوضع هذا. نتذكروا ثم حملات كبيرة ياسر قاعد على القطاع البنكي، على قطاع التأمين، على قطاع المخابز وغيرها من هذا الكل. صحيح في بعض الأحيان، في بعض الأحيان صحيح نلقاو ثم لوبيات، لكن حذاري 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 من التعميم. ديما كي نحكيو على استثناءات، لأنه راهو اقتصادنا ماهوش بالشؤم هذا، اقتصادنا ماهوش بالرداء اللي يحكيو عليه هذا. حاجة أخرى نحييه ورجوع مجلس المنافسة للنشاط نتاعو، والمبادرة هذه مهمة برشا برشا بالنسبة لينا. واضح، شكرا لك سي عبد اللطيف. ننتقلوا الى ثاني الاخبار المحليه واللي تجينا من تونس الرقميه بعنوان المسؤوليه الاجتماعيه للشركات ضروره حاسمه للمستقبل. المقال قال انه الشركات التونسيه غير قادره على الاستمرار او التطور بدون هالمسؤوليه الاجتماعيه للشركات. المسؤوليه هذه سي عبد اللطيف تنقسم لجوز اقسام، قسم اجتماعي وقسم بيئي. تعرف هو اللي قلق في الحكايه هذه انه ثم اصوات بدات تتعالى تعتبر انه المعايير هذم كل ما هو اقتصادي حكينا عليه الجمعه اللي فاتت، الاقتصاد الدائري، التحول الرقمي، التحول الايكولوجي وغيرها، هذه منهم المسؤوليه هذه الاجتماعيه والبيئيه، انهم شعارات ولا معايير هدف منها تعتيز او وضع مطبات امام المؤسسات التونسيه. حقيقه الامر أنه في بعض الأحيان صحيح، لو بعض الأحيان صحيح ثم محاولات من دول مهيمنة اقتصاديا أنها تستحوذ على الأسواق، أنها تحط تفرش طريق حريري لها هي، خاصة ببعض المعايير. نتذكروا مثلا حاجة اللي حاشت في تونس في التسعينات، جاءوا حكة طماطم عملوا معايير جديدة، تونس كانت أكبر مصدر للطماطم في أوروبا، جاءوا عملوا معيار جديد في التسعينات، زادوا في حكة الطماطم نصف سنتي، وقت زادوا فيها تعرفوا احنا موسم الطماطم يبدا في شهر جوان، هما جاوا نهار 15 ماي بالضبط زادوا المعيار هذا بتاع 5 سنتيمترات في الحكة نتاع الطماطم. اللي صار انه وقتها فرض تدخل من رئاسة الجمهورية باش نجمنا نواصلوا التصدير نتاعنا وعطاونا استثاء، ولا كانش كنا نخسروا موسم كامل. بالنسبة للمعايير هذوما وخاصة كل ما هو مسؤولية جمعياتية وبيئية، اليوم يظهر لي المناخ أكد ضرورة الالتفاف إلى كل ما هو بيئي، وأشوفوا المناخ والظروف المناخية اللي عايشينها احنا في تونس في كل العالم، الاضطرابات الكل موجودة هذه. البيئة نتاعنا تمست بالقدا بالقدا، واليوم ثم إدراك جماعي لأهمية مسؤولية جمعياتية، مسؤولية المواد البشرية نتاعنا اللي عندنا في المؤسسات نتاعنا، هذوما يلزم نرجعوا لهم ونتراجعوا فيهم، ويقع تثمينهم باش بالتكوين وبالتشريكهم في القرار هذا. ان شاء الله نهار تكون عندنا فرصة نستدعاو أهل الدراية في الميدان هذا ويحكيوا لنا أكثر تعمق في الموضوع هذا. أكيد جدا سي عبد اللطيف، شكرا لك. ننتقلوا إلى ثالث الأخبار المحلية واللي جينا من صباح نيوز بعنوان سنة 2024 ستكون موجهة لمضاعفة الصادرات التونسية نحو كندا. احنا السوق الكندية سي عبد اللطيف فيما يتعلق بالشغل ديما فاتحة أبوابها للمواطن التونسي، سواء كان خريج الجامعة أو خريج أحد مراكز التكوين، هذا على مستوى الشغل. لكن اليوم نحكيه على مضاعفة الصادرات التونسية نحو كندا. نظرياً نعم، نظرياً صحيح نجموا أن نضاعفوا مصادراتنا للكندا، لكن عملياً راهو ماهوش سهل. ما عدا قطاع زيت الزيتون اللي قاعدين نمشيو في أشواط كبيرة ياسر فيه، في مرحلة أقل تمور صادراتنا قاعدة تتحسن، لكن للأسف ثم عندنا عائق كبير هو البعد الجغرافي نتاع كندا علينا. لأن تكلفة النقل نعرفوها اليوم بعد يساير كل في العالم، تكلفة النقل تضاعفت مرتين، حتى التواجد بتاع النقل ماهوش سهل اليوم مع اللي صاير في البحر الأحمر، مع الصاير في دول الشرق الأوسط، التكلفة والتأمين نتاعهم ولاو تقريبا ما عادش قادرين عليهم. ثم ظروفنا احنا الاقتصادية بيدا في تونس، ما عندناش نقلة وطنية قوية برشا اللي تسمح لنفسها باش تعمل خطوط طويلة، حتى المحاولات اللي كانت محتشمة جدا
باش نعملوا خط مباشر بين تونس وموريال ولا تونس واوتاوا، هذا تقريبا ما نجحناش فيه. الظروف نتاعنا يلزمنا نراجعوا نفسنا ونقعدوا في الخدمات عن بعد، لان احنا مانيش مستغلين قطاع مهم ياسر، قطاع الخدمات عن بعد والتكنولوجيا الحديثه والذكاء الاقتصادي اللي عندنا فيه هامش كبير تاع التحرك ما غير ما يكون ثم نقله. وانت حكيت على الهجره، اليوم قاعدين نعيشوا في هجره عكسيه راه. اليوم شفتوا اللي برشا توانسه ماهمش قاعدين يتاقلموا مع الاجواء الاجتماعيه غاديكا والاجواء المناخيه اللي هما صعب برشا يتفاضحوا. ثم حاجه لازم يعرفوها زاد التوانسه اللي وقت تمشي لكندا ما كيفاش تمشي راك في تقلب العاصمه في موريال، لا راهو هما يبجلوا المناطق البعيده والمناطق اللي فيها ظروف مناخيه صعيبه وربما انسانيه صعيب باش تعيش فيها. دونك التونسي كي يمشي غاديك يلقى ظروف صعيبه وبرشا قاعدين يرجعوا لانهم يعتبروا الظروف هذه الظروف المعيشيه خاصه صعيبه برشا ما تاقلموش معاها. ولذا التكنولوجيا الحديثه الذكاء الاقتصادي نستغلوه على الاجل الاكمل أطول نحسنوا مردوديه نتاعنا في انتظار أن ظروف النقل تتحسن شويه. واضح سي عبد اللطيف، شكرا ليك على تحليلاتك. احنا نكونوا انتهينا من الاخبار الاقتصاديه المحليه، ننتقلوا الى الاخبار الاقتصاديه العالميه. كانت تستسمح كان اليوم باش نعملوا استثناء في انتظار اننا نشوفوا مع مدام نجله الاخبار العالميه. تعرف شو معناها الاكتواريه؟ تقريبا الاكتواريه يبدو لي انها علم صراحة اقتصادي صراحة. جديد. انت قبل ما يصير الحدث هذايا اللي في تونس صدقني ما كنتش نعرف حتى شيء، لكن على طريق الحدث هذا عرفت شنو هي الاكتواريه وشنو هي الاهميه نتاعها بالنسبه للاقتصاد التونسي وتطوير الاقتصاد. ما عرفش انت نجده كنت تعرف معناها اكتواريه؟ الحقيقه لا، ما كنتش عندي علم ولا ما عنديش فكره واضحه على الاكتواريين والاكتواري بصفه عامه قبل الحدث هذايا. على كل حال احنا باش ندعوكم الجوله قصيره، كان في الرجيم موجودين. عندنا ندوة دولية نظمت لأول مرة في تونس حول الاكتوارية بالفرنسوية الاكتواريا. بصراحة كانت عندي معلومة صغيرة عليها ومعرفة صغيرة على الاكتواريا، لكن الترجمة نتاعها المفردات هذه باللغة العربية أول مرة نكتشفها، ونشكر زميلي بلال اللي بكرني منها. هات نفهموا بعضنا من خلال الندوة هذه شنو الاكتواريين هذه وشنو الاكتواريا. تحت شعار العالم بعين اكتوارية، احتضنت العاصمة على امتداد 3 أيام من 23 أفريل إلى 25 من نفس الشهر الدورة الثانية للمؤتمر العربي للاكتواريين اللي يناقش مهمة المستقبل في التقليل من المخاطر والوقوع فيها في عدة قطاعات هامة كالضمان الاجتماعي والتأمين والبنوك. مؤتمر شهد حضور ما يقارب 800 مشارك من عدة بلدان جاءوا للتعريف بمهمة الاكتواري وأهمية دوره في الجانبين الاقتصادي والمالي. اليوم فرحانين اللي كون تونس تحتضن النسخة الثانية للمؤتمر العربي للاكتواريين. كما قلت في كلمة الافتتاحية، الاكتواري هو حاجة مبهمة بالنسبة للمواطنين، لكن بتبسيط شديد نجم نقوله اللي هما تقدير المخاطر في كل المجالات وخاصة في مجال التأمين والبنوك والحيطة الاجتماعية. التوازنات متاع الصناديق الاجتماعية يلزمها تكون موجودة باش نجموا الأشخاص هذوما يعيشوا في عيشة كريمة البقية متاع حياتهم بعد ما قدموا المساهمات لمدة 30 و 40 سنة. هذا العمل الاكتواري اللي يلزم يكون توقع على المدى الطويل شنو الاقتطاعات اللي موجوده باش ينجم يكونوا الناس عيشه كريمه. هذا مثل من الامثله. فالاكتواري هو شخص متخصص بامكانه القيام بدراسات ماليه مستقبليه ودراستها وتحليلها ووضع النماذج الرياضيه لها. الاكتواري داخل المؤسسات الماليه اليوم يساعدك باتخاذ القرارات اللازمه ووضع السياسات الماليه المناسبه. نشارك اليوم كصناديق للضمان الاجتماعي ومؤسسات للضمان الاجتماعي في المؤتمر العربي للاكتواريين في نسخته الثانيه الذي يعقد بتونس. تونس على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي كانت واعية جدا بأهمية الدراسات الاكتوارية في علاقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وكانت سباقة في الإطار هذا عبر أحداث مركز البحوث والدراسات الاجتماعية يعنى بتقديم المشورة والدراسات الفنية للقطاع، واللي على أساسه يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي. دور الاكتواري اليوم يعد عامل أساسي في رسم السياسات الاقتصادية الناجحة، وأصبح يتمتع بمكانة محورية في المعادلة الاقتصادية الجديدة مع تفاقم الأزمات والكوارث الطبيعية. وهنا
تكون مهمة الاكتواري في استشراف التطورات والمخاطر ذات العلاقة. احنا سعداء جدا جدا بوجودنا في تونس الحبيبة المضيافة لاستضافة وتنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر. في الحقيقة الدور الاكتواري دور مهم في كل الشركات والعمليات والإطارات والمؤسسات التي تتعلق بالمال والمنتجات المالية والالتزامات المالية. لذلك دور الاكتواري سواء كان في إدارة الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين أو حتى التأمين على الأمراض والضمان الصحي والتقاعد والحماية الاجتماعية، هذه الأطر وهذه الهياكل تعمل على تكوين وإدارة التزامات وأصول مالية على المدى الطويل. والآن الحياة مثل ما احنا نشوف هناك كثير من الأزمات الجيوسياسية والأزمات أحيانا الطبيعية وأحيانا الصحية، وكل هذه الأزمات يعني تسبغ أو تجعل هناك متغيرات كبيرة تطرأ على مخرجات هذه المنتجات، على هذه الهياكل، على هذه الصناديق، وتتأثر الخدمات الاجتماعية والمالية للمواطنين في كل البلدان. طبعا هذه المشاركة الثانية لنا في المؤتمر العربي الاكتواري. العام الماضي كان في جمهورية مصر العربية، الآن احنا في تونس الخضراء، يعني وسعداء انه احنا نشارك في هذا المؤتمر للمرة الثانية. وطبعا دورنا في المؤتمر معتمدين على عملية انه نشر الوعي الاكتواري في الوطن العربي، وجود تجمع للاكتواري العرب لتبادل الخبرات ولنشر المعرفة. وأيضا من أهم الأشياء اللي احنا قاعدين نشوفها في الوطن العربي انه حصول الاكتواريين العرب على الشهادات المهنية ممثلة في الجمعية الاكتوارية الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية، وهذه راح تدعم القطاع الاكتواري في الوطن العربي، وهذا ما نسعى إليه في جميع المؤتمرات العربية. شكرا زميلتنا نجلة، لأنه بصراحة صعيب ياسر موضوع كما هذا تقني باش نتناولوه باللغة العربية متاعنا بالمفردات هذوما. على كل حال اكتشافات جديدة، شكرا ليك. نواصل معاك صدى الصحف عالميا. نلتقي في صدى الصحف العالمية بإخبار جينا على الجزيرة نت بعنوان النفط عند أدنى مستوى في 7 أسابيع بفعل زيادة المخزون الأمريكي. جاء الخبر يؤكد أنه انخفضت أسعار النفط بنسبة 3% خلال في يوم إلى حدود يوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى خلال 7 الأسابيع الأخيرة، وذلك حيث سجلت شركات الطاقة مخزوناتها ارتفاع بقيمة 7.3 مليون برميل في خلال أسبوع واحد، وذلك أيضا تأثرا باحتمال اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. والله هو نتذكره تقريبا مع انطلاق بعد 7 أكتوبر 2023، عباد كانت تكهن بأنه باش يكون النفط في حدود 120-130، لكن اللي نعرفوه احنا اليوم الولايات المتحدة ولات تاخذ دروس. أول حاجة نعرفه عندها، أول حاجة تنجم تستعمل غاز، وفي وقت ما وقت صارت أزمة كبيرة بدأت تلتجأ للغاز الشيست ولو عنده مشاكل مناخية وبيئية. ثم بعد ذلك ولات تضغط على دول الخليج من أجل أنها تقوي في الإنتاج متاحها أو تنقص في الإنتاج متاحها، واليوم هي تلتجأ للمخزون متاحها باش ما يكونش تم تداعيات كبيرة للنفط. باو تعرفوا راهو في بعض الاحيان الزياده في سعر النفط يخدم مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، كي تبدا هي تبيع وكي تبدا هي تشري راهو ما يخدمش مصلحتها، ماذا بها تشري باقل تكلفه ممكن. في الظرف هذا بالذات هي اش تعمل؟ تقعد تحسب ما بين انها تعدل بالمخزون نتاعها تطلع فيه ولا تهبط. انا نتصور اذا كان بالحق باش تصير هالاتفاقيه هذه ولو نستبعدها في الظرف الحالي هذايا، ان شاء الله السوايع الجايه ما تكذب لي، رحمه بالشعب الغزاوي اللي قاعد يتعذب ويموت تحت الهجمه الهمجيه هذه الصهيونيه. نتمنى انها تتحقق ولو مستبعده شويه، حسب الاخبار مستبعده شويه.
نتستناو حتى نهار الاثنين الجاي باش نشوفوا التوجهات الحقيقية العالمية. شكرا لك سي عبد اللطيف. الاخبار ثاني زاد يجينا من الجزيره نت تحت عنوان اقتصاديون غربيون يحذرون هل تفعل الصين خيارها النووي الاقتصادي. لهنا سي عبد اللطيف الاخبار جاء في صحيفه نيوزويك الامريكيه حيث تقول ان المراكمه الكبيره للسلع الاساسيه كالذهب والنفط التي يجري بها العمل عليها في الصين في الأشهر الأخيرة أثارت تساؤلات حول نوايا بكين وقدرتها على نشر ما يصفه بعض الاقتصاديون بالخيار النووي الاقتصادي. يعني هناك دعوة للفت الانتباه إلى أن المخزون الكبير في الموارد في الصين هو ما أثار تكهنات حول تخفيض قيمة اليوان للمرة واحدة، وهي خطوة يتم تشبيهها بالخيار النووي في الدوائر الاقتصادية، ويكون لها أثار بعيدة المدى على الأسواق المالية العالمية وديناميكيات التجارة. في علمكم تعرفوا المثل يقول اللي حلال علينا حرام عليكم، نفس الولايات المتحدة الأمريكية وقت تم حاجة ولا الغرب الكل ككل وقت تم ضرورة باش يستعملوا النووي يحلوه، وقت مثلا مش ضرورة حتى على غيرهم اللي ممنوع. اليوم هذوما خيارات موجودة للناس الكل. الصين عندها خياراتها هي. نتذكروا احنا كان الاتجاه العالمي الكل انه التقليص من اللجوء الى النووي، لكن وقت اللي الضروره استوجبت باش فرنسا في 2021 و2022 تعاود تحل مفاعل نوويه نتاعها، عاودت حلتهم مفاعل نوويه كمين عاودت حلتهم، تحجت بانها الظرف الصحي وقتها واللي ينتج عليها ظرف اقتصادي استثنائي وظرف طاقي زادة استثنائي فرض عليها أنها تلتجأ للنووي، ما عاتب عليها حتى حد. هذه دولة ذات سيادة، كيف نتصور الصين دولة سيادية. ثم اتفاقات دولية، إذا كان حبوا ندخل اتفاقات دولية يجب تكون ثم أكثر عدالة في الاتفاقات هذه، ونقص شوية من الهيمنة هذه الغربية على كل ما هو أسواق عالمية وخاصة أسواق الطاقة. ما نعرفش كان مازال عندنا اخبار عالميه. هلاك هاو سي عبد اللطيف. باهي سي بلاد، وفي علمك اللي احنا المكسب الكبير للمهن الحره انهم بعد 2011 خلقوا هيئه جديده ومكون جديد اسمه هيئه او الجمعيه التونسيه للمهن الحره. هذه فيها الاطباء وفيها الصيادله وفيها المهندسين وفيها الخبراء المحاسبين وفيها المحاسبين وفيها المحامين. اي كانت عندها نشاط كبير ياسر الهيئه هذه. واكثر من هذا اليوم زميلتنا نجله العوني خرجت للجمعيه العامه تابعه الجمعيه العامه السنويه للاتحاد العالمي، الاتحاد العالمي للمهن الحره. نحب نشكر برشا صديقه الحصه تاعنا مدام نجيب الشوك. تم فضل. انتخاب سيد الدكتور مبروك رشيد كرئيس للهيئه الدوليه الهيئه العالميه للمهن الحره. مبروك رشيد سيد الدكتور مبروك اللي هو المحامي. مش محامي، محامي ليه؟ ما خاصة مبروك رشيد محامي، ما لازم نوضح. نمشيو مع بعضنا نتابعوا التقرير هذا. سيد فوزي كرشيد. فوزي كرشيد، فوزي كرشيد. تقول لي مبروك كرشيد، نعرف مبروك كرشيد في حالة فرار توا. اوكي. إذا نشاهدوا مع بعضنا التقرير هذا إذا كان أمكن. بمناسبة انتخاب الدكتور فوزي كرشيد لرئاسة الاتحاد العالمي للمهن الحرة للأربع سنوات القادمة، استضافت تونس 20 دولة من الجمعية العامة السنوية للاتحاد العالمي للمهن الحرة، وهي الجزائر، أنغولا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، المغرب، بلجيكيا، كوريا الجنوبية وغيرها. وتم خلال الجلسة العامة التي عقدت بالعاصمة وضع استراتيجيات الاتحاد العالمي للأربع سنوات المقبلة والإعلان عن تركيز الاتحاد العربي للمهن الحرة والاتحاد الإفريقي لها أيضا، وذلك بمبادرة من الاتحاد التونسي للمهن الحرة. احنا في مناسبة احتفال باليوم العالمي للطب البيطري اغتنمنا فرصة وانتخاب تونس كرئيس الاتحاد العالمي الاتحاد المهن الحرة التونسي. قررنا باش نحتضن الجلسة العامة للجمعية العالمية للاتحاد العالمي للمهن الحرة بتونس، وهذا معناها جاونا إقبال كبير من بلدان المنضمين بالاتحاد العالمي للمهن الحرة، وكوننا اتحاد إفريقي للمهن الحرة. تونس كانت هي المبادرة لتونس
كوننا اتحاد افريقي واتحاد عربي، وباش يحضروا معنا اليوم، وجبنا معنا عديد من البلدان من اسيا من امريكا اللاتينيه باش يحضروا معنا اليوم ويكونوا يدعموا معنا الاتحاد العالمي. هذا دور كبير قامت به تونس وقام به الاتحاد المهن الحره تونس. فكره على اتحاد المهن الحره بتونس هو تكوينه كان في سنه 1982، معناها قديم وعنده عريق، وكنا من اعضاء المؤسسين للاتحاد العالمي للمهن الحره. L'Union mondiale des professions libérales a été créée il y a maintenant bien plus de 30 ans et a regroupé une série de pays, d'unions de différents pays qui étaient animés par le fait que dans tous les pays du monde, il y a des professionnels libéraux qui travaillent et qui ont des points communs dans leurs activités, notamment en ce qui concerne la liberté d'exercice, le secret professionnel, la confidentialité, la responsabilité individuelle, etc. Et donc on a senti le besoin de rassembler tous ces professionnels libéraux pour des échanges et des activités en commun. Et au fil du temps, on a des organisations évidemment européennes, africaines, du Nord, mais également on en a eu d'Afrique centrale, d'Amérique latine. On a eu une représentation en Océanie aussi pendant un petit temps, etc. Donc vous voyez, on est vraiment représenté sur le plan mondial. Et une de nos grandes ambitions, c'est de participer aussi aux activités d'organisations internationales. وكان اللقاء فرصة للتعارف بين مختلف رؤساء الاتحاد والأعضاء عن مختلف الدول وتجديد روابط الصلة بينهم. جينا اليوم باش نشاركوا في التظاهرة هذه اللي فيها اتحاد العالمي للمهن الحرة واتحاد المهن الحرة اللي في تونس والاتحاد الافريقي اللي تكون حديثا نتاع المهن الحرة، وفما غاية لتكوين الاتحاد العربي للمهن الحرة، وهذا تونس هي سباقة في تجميع الأقطار العربية والإفريقية باش تكون كما تقول لوكوموتيف طلعت من تونس. وهو الدور نتاع الاتحادات هذه والاجتماعات هذه هي تقريب وجهات النظر والوقوف على المشاغل اللي تخص القطاع الخاص في هذه الدول كسوا الإفريقية أو العربية أو على الصعيد العالمي. C'est une très grande réunion aujourd'hui, une assemblée générale qui doit entériner pas mal de décisions pour le futur, parce que c'est très important, l'Union mondiale des professions libérales. C'est vraiment le rassemblement de tous les titulaires de professions libérales désireux d'avancer, de faire des choses ensemble, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur et de manière tout à fait confraternelle pour le bien mondial des professions libérales. Le ذكر أن الاتحاد العالمي للمهن الحرة تأسس سنة 1992 بباريس ويضم حاليا 65 بلدا، وتهدف هذه المنظمة العالمية إلى تعزيز المصالح المشتركة وتبادل المعرفة وتشجيع التعاون بين مختلف المهن الحرة على المستوى العالمي. استغلينا مناسبة تعيين السيد فوزي كشريد على رأس الاتحاد العالمي للمهن الحرة باش استدعيناهم باش يعقدوا الجمعية العامة السنوية متاعهم في تونس، هكا نتمكنوا من تعريف تونس، تعريف المهن الحرة في تونس، ونعرفوا ببلادنا من ناحية المهنية ومن ناحية الثقافية. Je suis membre, de l'Union mondiale des professions libérales. Nous avons fondé l'Union nationale des professions libérales au Maroc en 2007. Et donc je suis aujourd'hui ici pour représenter le Maroc à cet événement organisé par la Tunisie, par notre ami Fawzi Kachid, que je remercie infiniment. Je remercie la Tunisie, les Tunisiens. Très bon accueil. Je voudrais surtout les féliciter d'avoir organisé cela. J'ai un peu mal au cœur de voir qu'on peut organiser des réunions mondiales et qu'on n'arrive pas à organiser des réunions nord-africaines. Notre Maghreb uni, malheureusement, j'aimerais bien lancer un appel à nos dirigeants. مدام نجلة وسي بلال، ربما العبارة اللي أنا تستوقفني واللي ديما يستعملوا فيها المحاولين تاعنا تونس سباقة، تونس سباقة للأسف في عديد القطاعات، وتونس تبدأ سباقة، لكن اللي نلاحظوا فيه أنه الأسبقين ناخذوها للأسف بعد مدة نخليوها لغيرنا في عديد القطاعات. تذكروا تونس في الميدان الإعلامية فين كنا، في الذكاء الاقتصادي اليوم
في فين ولينا في التعليم، وين ولينا في التعليم العالي مستوى الجامعي. وقت اللي تونس بالحق كانت سباقة، إن شاء الله كانت تونس سباقة في القطاع هذا تاع المهن الحرة والتنظيم تاعه، إن شاء الله نحافظوا على المرتبة هذه ونحافظوا على المولود الجديد. نمشي مباشرة لنقطة استهلاك. أي مدام نجلة، شو بتقول لنا اليوم؟ اليوم جينا بنقطتين استهلاك. الأولانية هي مش نحكيوا عليها كولاد ظاهرة، أنا راها هي الارتفاع غير المبرر للحوم البيضاء قبل عيد الأضحى. كل ما تقرب فترة عيد الأضحى نلاحظوا هو ارتفاع متسارع ويومي وشبه يومي للحوم البيضاء، يعني بصفة يومية نلاحظوا ارتفاع بالدينار. كل يوم نلقاو سم الدجاج والسكالوب يزيد كل يوم دينار 2015 انت والمنطقه انت والنقطه البيع. هذا ارتفاع غير مبرر. وفي وسيله من احد وسائل الاعلام رئيس الغرفه الوطنيه لتجاره اللحوم البيضاء يقول انه الغرفه ليست مسؤوله على الارتفاع المفاجئ لاسعار اللحوم البيضاء، ويقول المسؤول هو الفلاح. شكون ترجع المسؤوليه والمتضرر الاول؟ انا نقوله هو المواطن. علاش قبل عيد الاضحى ديما يرتفع سم اللحوم البيضاء واحنا ننتظروا انه يصل ل 12 دينار وربما اكثر، ومن بعد يولي مفقود هو والبيض، ونحطوا هذا على ارتفاع سعر العلف ومن بعد نتعود. رغم انه راه سعر العلف تراجع تو، تراجع سعر العلف، تراجع بفعل معناها الامطار الاخيره اللي سجل في تونس، وانه لكن الاسعار ما تتراجعش. للاسف الاسعار ما تتراجعش في واحد، ويقولون مثلا مش توافق، فمش توافق مثلا مش توافق كيفاش سبحان الله شكون يرجع الارتفاع هذايا؟ احنا تقريبا نفس السعر. المواطن يحب يفهم معناتها شكون المسؤول على الارتفاع هذا اليومي، ارتفاع يومي فعلا. والله انا باش نتوجه بنداء انه كيما اليوم مثلا هاي كتوا وزاره التجاره تحاول مثلا في ميدان اللحوم الحمراء نشحت شويه، كان الخيان تجار اللحوم الحمراء كانوا يمشيوا ويغليوا يحبوا يوصلوا بالحمل 60 و70 دينار، لكن بمفعول انه ولات تورد في اللحوم وانه شركه اللحوم زاد ضغطت بالقدا على الاسعار وتمكنت من تعديل السوق. كنا نتمناو ان زاد على مستوى اللحوم البيضاء تتدخل وزاره التجاره علاش لا وتعدل السوق من ناحية هذه. هو حتى لو كان سعر اللحوم الحمراء تراجع، لكن المواطن المتوسط إذا ما زال فما متوسط ما عنده لا سبيل إليه إلا اللحوم البيضاء، ما زال غير قادر. نعم، اللي لاحظناه سي عبد اللطيف على مستوى بيه. اللي لاحظناه على مستوى اللحوم البيضاء أنه أسعار الأعلاف في انخفاض مستمر خاصة في الفترة الأخيرة هذه، وهذا منطقيا نحكيه خاصة على الأعلاف المركبة والأعلاف المحلية. يعني فما إنتاج للأعلاف المحلية وفما إنتاج زاد للأعلاف المركبة، لكن الأسعار ما هيش قاعدة تنخفض، بالعكس كما كانت نجلة تحكي هي في ارتفاع مستمر. هذا الشيء يمكن نفسره بحاجة وحيدة، هي التخفيض في الإنتاج بتاع اللحوم البيضاء. كل ما نخفضه في الإنتاج كل ما الأسعار تزيد. شكرا لكم. ما عرفش كان عندك ملاحظة ثانية؟ ليك هو عندنا نقطة أخرى. نقطة ثانية. النقطة الثانية هو باش نحكيه على ما التجارة الإلكترونية، إن صح التعبير هي التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي مقيدة على التجارة الإلكترونية، لكن ما عندها حتى شيء من التجارة لكن ما عندها حتى علاقة. نحب نأكد ونوضح النقطة هذه. ما راعني في الموضوع هذه هو وجود عملية تحايل وغش متواصلة، وجود شكايات متعددة للمواطن اللي يلقى روحه في فخ انه يشوف عرض معناتها على شاشة التليفون نتاعو، ومن بعد كي يعمل يشري ويجي يخلص عند وقت اللي يجيبوا له سلعته، ومن بعد يلقى يتشبه له ماهوش مش نفس السلعة. يجي يشري ما عادش فما تجاوبوا بيناتهم رقم هاتف، ما عادش يا اما يجاوبوه على رقم الهاتف والا يقولوا له هذاك هو ما عندناش غيرها تحمل مسؤوليتك. لهنا المواطن نحب ناكدوا من شيرا وعي والمواطنين انه على الاقل يشريوا من مواقع مقنة، مواقع الكترونيه معناتها نجم يلقى فيها حق مصادق عليها. فما حل انه يخلصوا عن طريق البطاقات البنكيه
هذيك تنجم تضمن له حقه، لكن التجارة هذه عن طريق مواقع التواصل فيها برشا غش، ونطلبوا ونلتمسوا من الباعة اللي على المواقع هذه على الأقل يحسنوا صورة التجارة الإلكترونية ويشجعوا المواطن أنه يواصل في المجال هذا، على خاطر هو مجال المستقبل، هو مجال العالم الكل. التجارة الإلكترونية هي تمام مهم ياسا زادة. احنا كمستهلكين راه يبقى عندنا الحق وقت اللي يجيك ساعة ما نفهمش علاش انا الطريقة اللي انا كم مواطنين الكل صار لي بالشترين وكل شيء. أول حاجة طريقة التخاطب مع السيد اللي يسلمك البضاعة هذايا اللي تم التصوير، طريقة التعاطي تقولش عليه عامل مزية، يبدأ يخاطب بلهجة استثنائية. وثاني حاجة إذا كانك أنت موجود في عمارة، لا يا سيد أهبط لي، فهمتني؟ ثاني حاجة ما يمكنكش حتى باش تشاهد البضاعة بتاعك باش تقارنها قبل ما تخلص، معناها هذه معناها يغصب عليك أخرى. بتشي حاجة قطوس في شكارة، معناها كما نقولوا احنا هذايا هذايا مربوط بالوعي نتاع التونسي. يا اخي اذا ما خلكش تشوف البضاعة نتاعك، ما خليكش تثبت منها، مش لازم تشريها. راهو القانون ياكد انه من حقك باش تطلع على الكونفورميتي ما بين البضاعة اللي انت عملت فيها الكوموند نتاعك وبين البضاعة اللي سلمتها. اذا كانت تلقاها ماهيش هي بيدها، ما عليك كان ترفض وما تخلصش. سهلة ياسر العملية هذه. أنا قبل ما نودعكم في بلاد ومدام نجلة باش نمشيو للجزء الثاني، بالنسبة للأخيان اللي يسألوا على مدام أمان الخزولي يقولوا متهناو عليها دقيقتين وتكون بحذاكم مدام أمان الخزولي، لأنه ارتأينا في الجزء الثاني باش نحكيو على الإصلاح الجبائي ومقاوم التهريب. عنا عديد الضيوف باش يحصلوا معنا أول مرة، وثم ضيوف باش يرجعوا بحذانا وباش تكون معاهم مدام أمان الخزولي إن شاء الله. لكن انا باش نخليكم، نحب نخليكم ونحب نحييو صديق عزيز سي محمد قديش، هو خبير محاسب في سباقس. نحب نحييه على النشاط النضالي نتاعو مع قراء اطفال في SOS، سواء كان في قمر في تونس كامله، هو متلاهي بهم سليانة سباقس وتونس قمر تيظلي. مجهود كبير ياسر قاعد يكون بهم، تنسيق دولي قاعد يصير. احنا كنا في جوله في الحمامات، زميلتنا سندس الحناشي قابلته ورجعت معانا معاه بالتسجيل هذايا. نشاهدوا مع بعضنا موعدنا الاسبوع القادم. سي بلال قادم ان شاء الله. سي عبد الله مدام نجله نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. لكم ما تحركوش، خليوا الكوموند على جنب، موعدنا في الجزء الثاني ان شاء الله. مشاهدي قناة تونسنا مرحبا بكم، مازلنا مواصلين في تغطية فعاليات الأحداث اللي عندها علاقة بالواقع الاقتصادي، ولكن احنا موجودين في مواكبة فعاليات الملتقى حول التحولات المالية في ظل التغيرات المناخية والتكنولوجية. تصادف وجودنا أيضا مع حدث خلينا نقول عنده بعد اقتصادي اجتماعي، نحكيه على ورشة قرى SOS فيلاج اللي كان اللي باش يكون حاضر فيها معنا سيد مدير الجمعية التونسية لقرى SOS فيلاج، وباش يحكي لنا شنو ليفينمون هذا اللي صار اليوم وتحكي لنا اكثر تفاصيل. يعطيك الصحه، شكرا للجمعيه التونسيه لقراءة اطفال SOS. الورشه هذه للتخطيط الاستراتيجي لتطوير عمل الجمعيه 2024-2029 لمده 5 سنوات بحضور خبراء من الفيدراليه الدوليه لقراءة اطفال SOS. مهم جدا ان ننطلقوا من الواقع نتاع الجمعيه. نتذكروا احنا 2019-2024 تقريبا عدد المستفيدين في الجمعيه هذه ضعف من 1400 طفل الى حوالي 3300 طفل. الميزانيه القرى تقريبا من 4 مليون دينار الى 13 مليون دينار. الاطار اللي يشتغل في الجمعيه هذه من 100 اطار الى حاليا 200 اطار. هذا الكل مع واقع مجتمعي تونسي. اليوم عندنا اكثر من مليون طفل يعيش تحت خط الفقر في تونس، وهو رقم مفزع جدا. هذا يتطلب منا احنا كجمعيه تونسيه لقراءة اطفال SOS ان نفتحوا اكثر على المجتمع، نطوروا العمل نتاعنا. وهكذا اضافه الى اهتمامنا بالاطفال الفاقديه سنه في القرانة الاربعه اللي هما قمرت وسليانه واكوده والمحرس، مش يكون عندنا زوز قران ان شاء الله في 5 سنوات القادمه في ولايه القراوان والقصرين. وكذلك سنقوم بدعم جهات الدوله فيما يخص معناها المعاده نتاعها في البرامج نتاع وزاره المراه، وكذلك حتى مش ندخلوا اكثر للمستشفيات للمدارس الابتدائيه لكل ما هو شان فيه طفل مهدد او ناقص. احنا قراءة اطفال SOS سنكون
شريك شركاء مع الدولة بمعاتمة المجتمع متاع الداعمين متاعنا باش نعاونوا كل طفل فاقد لسند العائلي في تونس. لو ناخذوا فكرة أبرز التوصيات ربما والمخرجات اللي خرجتوا بها من خلال هذه الورشة. هو في مخص تطوير البرامج قلتوا، في مخص تنمية الموارد اعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجيا الحديثة، في نمشي أكثر الكفالة للأطفال عن طريق الابليكاسيون، عن طريق نخدم أكثر على سيت ويب على البريليفمو أوتوماتيك، وهذا مهم جدا في الشفافية متاعنا وفي الترانسبرانس متاعنا، وكذلك مهم جدا أن نطوروا من وسائل الاتصال متاعنا مع الطفل المتغير حاليا في التواصل متاعه مع استعمال التكنولوجيا الحديثة مطالب كذلك احنا نساهموا حتى في وصول الوسائل الإعلامية إلى كل المناطق الداخلية في تونس باش نوفروا الظروف لكل طفل حتى في مخص الدراسة متاعه ما قبل معناها الدخول المدرسي. يجب أن يكون لنا دور كقراء أطفال سواس في وجود كل الوسائل اللي تتمكن كل طفل في أي حي في أي منطقة من مناطق تونس يكون عنده نفس الحظوظ كما أي طفل موجود في المدينة. نعرف أنه نشاط المجتمع المدني وخاصة كي نحكيه على الجانب الاجتماعي عنده هو أيضا بعد اقتصادي وبعد اقتصادي اجتماعي، كان تحكينا أكثر من نقطة هذه خاصة من منطلق إيمانكم أنه اليوم لازم ربما نوعية التبرعات ونوعية المساعدات اللي تتقدم للجمعيات اللي تنشط في المجتمع المدني وعندها صبغة اجتماعية تكون عندها أيضا بعد اقتصادي نوعا ما. صحيح، معناها اليوم احنا كجمعية تونسية لقراء أطفال سواس نشوف أن نوعية دعم الأطفال أو العائلات اللي عندها فاقدة للسند يجب أن تتغير. ثقافة أن نعطيه العائلة هذه قفة رمضان شفناها في رمضان أو المساعدات العينية اليوم راه تأثر سلبا على عائلة. معناها كل طفل اليوم نشوفوه حتى في الأطفال متاعنا كي تجيب له روبة بنية ولا تجيب لها سروال وهي ما تعجبهاش في الذوق متاعها ما تلبسهاش، فالتالي انت شعملت عاونت صغير ما عاونتوش. كيف تجيب القفة العائلة هكية وفيها كسي وفيها مكرونة وفيها كذا، ممكن العائلة هكية محتاجة تخلص فارماسي، ممكن محتاجة معناها الكرام تاعها تخلص الضوء تاعها، فأنا ناخذوا بلاست المحتاج ونعرفوش احنا شنو الظروف متاعه، وهذا في احراج في مشكلة اجتماعية. فكذلك فما حاجة كبيرة برشا، اذا كان اليوم نعرفوا ان العطار في الحومة هو بنك معناها زواولة، فإذا كانك أنت جبت هكا التبرع العيني راك مش تحرم العطار هكايا من رقم معاملات وتقاه هو مكردي ديجا العائلة هكايا، فعلاش؟ اليوم يجب أن نغيروا من وسائل الدعم نتاعنا، نمشيو أكثر للدعم المادي المنظم عن طريق لي كارت بونكير للعائلات هذوما، ميزانية مش تعطيها 100 دينار ولا 200 دينار، علاش تاخذوا بلاستيك المحتاج؟ تعرف شنو الأولوية نتاعو في حياته أنت؟ تعطيه هيك المبلغ اللي نتاعو يكون الكرمة نتاعو موجودة، هو يعرف احتياجاته، نقويوا دور الأب والأم في الأطفال نتاعها ونحافظوا على ليكونومي سوسيتال صحيح، لأن مهم جدا أن الأموال هكايا اللي مش تعاون بها تمشي من الجراند سيرفاس وتمشي من الناس تمشي تهبط للعطار الصغير، هكا يكون بعد اجتماعي اقتصادي. ماذا بيا تونس الكل نبدلوا العقلية نتاعنا ونتمنى ان في العام الجاي ما عادش نشوف قفة رمضان ونشوف ناس تعطي اعانات مالية لعائلات المحتاجة.